السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم سيدتي أو سادتي متابعي قنوات اليوتيوب قناة ترددات جديدة. وموضوعي اليوم هو موضوع حصري في قناة يوتيوب قناة ترددات جديدة حول القنوات الناقلة لكأس أمم أفريقيا الكان 2017 مجانا، والتي تلتقط بسهولة في الدول العربية. للإشارة، فالمالك الحصري لحقوق هذه البطولة هي قنوات مجموعة قنوات بي ان سبور، لكنني ارتأيت إلى أن أبحث عن القنوات المجانية الناقلة. وللإشارة، فالموضوع متجدد على موقع توب تيري أبس 10 لحد الآن. فالقنوات التي وجدت تنقل البطولة ولها الحقوق الحصرية هي قنوات الآتية. بالنسبة لأوروسبور دوتش، فهي تثبت في أسترا 19.2 12226 أورزونتال 27500، والقناة مفتوحة مجانا. أور تي إم على يوتيسات 7 درجات 11221 أورزونتال 27500، القناة مفتوحة. أنتلسات 31.5 12340 فيرتيكال 2121، القناة مفتوحة. تي ام 2 اور تي ام 2 على انتلسات 31.5 12344 فيرتيكال 2121، ار تي اس 1 على يوتيسات 7 11221 اورزونتال 27500، يوتيسات 7 على 12728 اورزونتال 30000. بالنسبة لأورتي بي، والتي تنقل في الشرق الأوسط على يوتيسات 5 12690 فيرتيكال 30000، على يوتيسات 16 درجة وهي في إفريقيا 10804 أورزونتال 30000، يوتيسات 5 4154. وكما تشاهدون، فقد وضعت ملاحظة في موقعي، وهو الموضوع يتم تجديده يوميا. يعني إذا تمت إضافة أي قناة جديدة فسوف تجدونه في موقعي، ومن خلال الفيديو ستجدون الرابط موقعي أسفل في الشرح ورابط الموضوع أسفل في الشرح. إلى هنا أكون قد انتهيت من موضوعي. لا تبخلوا علي بلايك سبسكرايب وتعليقاتكم وطلباتكم، وأشكر 14000 مشترك لانضمامهم إلى قناتي ومتابعتي. إلى اللقاء مع موضوع آخر إن شاء الله.